السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا كل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم النهاردة. احنا مكملين معاكم سلسلة حلقاتنا عن أذكار وأدعية المسلم. هدفنا أن الأذكار طبعا تبقى شيء أساسي في حياتنا اليومية. هنتكلم النهاردة عن دعاء المفروض بيتقال، يعني لا قدر الله لو حد مر بأي مصيبة في حياته وهو إن لله وإن إليه راجعون. هنتكلم عن فضل الدعاء ده، وبرحب بضيفنا فضيلة الدكتور شيخ أشرف مكي من علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا، حياكم الله. احنا طبعا هنتكلم عن النهارده عن ان الله وان اليه راجعون. انا الدعاء ده بصراحه بحبه جدا. نعم. بحس فيه براحه وكان ربنا فعلا بينزل سكينه اول ما الواحد يقول الدعاء ده. صحيح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. هذا الذكر الذي معنا في هذه الحلقه ورد في القران الكريم في سوره البقره، في قوله تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ومن قبلها قال: وبشر الصابرين، فعرف الصابرين بأنهم أصحاب هذا القول. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم وعدهم بقوله: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا الذكر حثنا عليه أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليقل إن لله وإن إليه راجعون. وأضاف إليه: اللهم إني أحتسب مصيبتي عندك فأجرني فيها خيرا، لفأجرني فيها خيرا وأبدلني خيرا منها. فمن فعل ذلك وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبدله الله خيرا من مصيبته. أولا، المصيبة كلمة احنا متصورينها انها العظائم من الدواهي والكوارث ووالاخ، ابدا. هي المصيبة ما اصابك من اقدار الله، قل او كثر، صغر ام كبر. يعني الدعاء ده من اول المصيبة اللي هي ممكن تكون حاجة بسيطة لحد اعظم مصيبة اللي هي ممكن تكون الموت مثلا. بالزبط. يعني من اول حاجة بسيطة. صحيح. احنا بقى متصورينها ان هي الحاجات العظائم فقط. يقول لك ده مصيبة، يعني ايه حاجة كبيرة؟ او ابدا، كلمة مصيبة جاية من اصاب السهم في الرمية، فاذا لما يصيب السهم يعني وصل اليه. فوصل اليك شيء من قدر الله. ايه بقى الشيء اللي من قدر؟ كل شيء بقدر الله. ها، لكن هي اقتصرت على المساءات، ما فيه إساءة، يعني ما فيه حزن، ما فيه ألم، ما فيه أوجاع. هي ارتبطت الحياة عندنا بالموت. نعم. وبس، غالبا الناس مش بيفتكروها إلا لحظة الموت. صحيح. ودي برضو تضييق لمجال واسع. أو هي مش كده. المصيبة ما أصاب الإنسان من خير أو شر. حتى الخير سميه مصيبة لأنه أصاب الإنسان. شوفي، لكن خير إزاي؟ يعني أصاب له خير يقول إن الله وإن إليه راجعون؟ لا، يعني وصل إلي بقدر الله. فالكلمة من حيث اللغة العربية كانت تطلق على كل ما يصيب الإنسان. طب إيه اللي بيجي لك من قدر الله؟ مرة يجي لك خير ومرة يجي لك شر. طب فأصابك خير وأصابك شر. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أهو نبلوكم بالشر والخير فتنة. فكأن هذا يصل بقدر الله وذاك يصل بقدر الله، إلا أن الاستخدام الاصطلاحي والعرف بتاعها بقى بتاع الكلمة قصرها على ما يسيء الإنسان. ما يسيء إلى الإنسان، فاللي يصل الإنسان وفيه إساءة إليه هو اللي حد يسميه مصيبة. لكن الإساءة دي بقى ممكن تكون صغيرة ممكن تكون كبيرة، فبرضه ما ينفعش نقصر المصيبة على الكبائر فقط. بدليل إيه؟ ورد في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بيته، تقول عائشة: فانطفأ المصباح فاسترجع، قال: إن الله وإن إليه راجعون. سبحان الله، يدوبك اللمبة انطفت، قال: إن الله وإن إليه راجعون. فقالت عائشة: أو تسترجع يا رسول الله؟ ها، قال: ما أساء كل ما أساء المؤمنة فهو مصيبة. كل ما أساء المؤمنة فهو مصيبة. يبقى إذن أي حاجة تسوء الإنسان اسمها مصيبة. حتى لو كانت حاجة صغيرة، لأنها أدخلت عليك الحزن، دخلت عليك الضيق. كان مرة سيدنا عمر برضو ماشي فانقطع شسع نعله، اللي هو يعني زي نقول ايه الصندل بتاعه مثلا كده اللي كان لابسه او الحذاء انقطع. فالنبي فسيدنا عمر استرجع، فقال له ايضا من يمشي معه: او تسترجع يا امير المؤمنين؟ قال: كل ما اساء المسلم فهو مصيبة. نفس الكلام. اذا اي حاجة تسيئك من هم او غم او حتى الشوكة يشاكها المؤمن كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث، يدوبك شوكة كده دخلت مش عارف ايه، ممكن تقول ان الله وان الله راجعون.
طيب اذا وسعنا كلمة ايه ها مصيبة، اول حاجة بنلفت اليها الانظار، فضلا بقى ان تكون مصائب كبيرة اللي وردت حتى في الآية الكريمة، ولنبلون لكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، كل هذه مصائب. طب ماذا يحدث حينئذ؟ الإنسان بيضيق صدره طبيعي طبعا. فطرة. يشعر بالحزن أكيد. طبيعي فطرة. طب ولما يشعر بالحزن ده ممكن كمان يبكي، طب وماله فيش مشاكل. مرة النبي عليه الصلاة والسلام راح يدور سعد بن عبادة، لقاه مريض بقى في مرض الموت، فوجده في غشية يعني في إغماء، فقال أو قد قضى يعني مات؟ قالوا لا يا رسول الله. فجلس حتى بجواره فقضى نحبه فبكى صلى الله عليه وسلم، فبكت أصحابه. فبعد كده سألوه يا رسول الله رأيناك تبكي فبكيت، أو أنه أخذ على البكاء؟ قال إن الله لا يؤاخذ بدمع العين ولا بحزن القلب، إنما يؤاخذ بهذا، وأشار إلى لسانه. هتقول إيه بقى ساعة المصيبة؟ هي دي بقى هي أهم حاجة. إنما في قلبك حزن، طب معلش طب الحزن أمر طبيعي، رحمة وضعها الله في قلوبنا، العياط عادي. طب البكاء، طب هو برضو من علامات رحمة القلوب إن تفيض العين بالدمع. ودمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على كثير من أصحابه من ماتوا، وعلى أولاده اللي ماتوا في حياته إلى آخر. أمال المشكلة فين؟ المشكلة في اللسان، هنقول إيه ساعتها؟ هنا بقى يجي الآية تقول اشغلوا اللسان بالكلمة الجميلة ده اللي هي إنا لله وإنا إليه راجعون، نظل نقولها. بس هي فعلا بتفرق، بتفرق يعني كتير. المصيبة بتفرق، بتنزل فعلا سكينة على القلب. ما هو بعدها على طول أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فعلا سبحان الله حقيقة بتعدي، بتهون وبتعدي. صحيح. وكمان يعني زي ما بنقول إن المصيبة هي شكلها إن هي شر، لكن جواها في خير. صحيح. إحنا مش عارفينه. نعم. نعم. فكأنها بتطلع الخير ده أو بتسرع لنا إن إحنا نشوفه. صحيح صحيح. لذلك الـ 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 المعنى بقى هنا لما يقول لي فليقل إنا لله وإنا إليه راجعون، يقولها بإيه؟ هو في درجات، في واحد ممكن يقولها بقلبه وبعدين تخرج على لسانه. ده إيه ده؟ ده شاهد معنى الكلمة. المعنى الكلمة ده إيه؟ معنى إن أنا مملوك لله، كل شيء في الكون بتدبيره، الملك ملكه والأمر أمره والقضاء قضاؤه، ونحن عبيد له يفعل بنا ما يشاء. شوفي، فلم يظلمنا ولا يظلم مثقال ذرة، ولا يحدث في كونه شيئا شرا محضا، إنما ربما من مآلات هذا الأمر الخير قد لا نراه الآن، وهكذا إن لله ثم إننا سنرجع إليه لا محال. فإن هلك فلان أو هلك له شيء فإنه هو الآخر سوف يمضي، يعني إذا كان فلان مات طب ما احنا كمان كلنا هنموت، بنهون على نفسنا المصيب، وبعدين سنرجع إليه فنجد عنده العوض، نجد عنده ما أعده الله للصابرين. وبعدين أعد لهم إيه؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فكأن هذه الكلمة معناها أحيانا بيكون القلب يقظ دائما مع الله، واحد كده في حال ذكر واتصال ومناجاه وقرب وفهم وأنوار في قلبه، فالمعنى حاضر في قلبه فإذا به يخرج على لسانه، فكأنه قالها بقلبه قبل أن يقولها لسانه. فطلع من قلبه فلهج بها اللسان، بيقولها موقن بها، بيقولها من داخله وهي ملأت عليه قلبه ونفسه، فبيطلع كده ايه مفعمة بمعاني الإيمان واليقين والرضا، فبيقول إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب واحد بيقولها بيقولها بلسانه، وهو بيقولها كده بلسانه بدأت تحضر معناها في قلبه، يبقى سبق المعنى الأول على اللسان وده يفكر فيه، يعني هو متعود يقولها أو سمع الناس بتقولها فقالها، وهو بيقولها كده فكر فيها فحضر المعنى في قلبه فاستيقظت معاني الإيمان في قلبه فهدأت نفسه وسكنت، يعني سكن جزعه هذا. فإيه اللي حصل؟ إن اللسان سبق القلب واللسان أعان القلب على استحضار المعنى. يبقى أصحاب الدرجة الأولى أعلى طبعا، المعاني حضرة في قلوبهم بعدين جات على لسانهم. طب والدرجة التانية ده استعانوا بلسانهم على قلوبهم. بس كويس. كويس. اهو قاعد يقولها. بيظبط نفسه. بيظبط نفسه. فلما يقول الكلمة وفكر فيها، يقول الكلمة وفكر وتحضر معاه، تحضر المعاني الطيبة في قلبي فيسكن. رقم ثلاثة بقى، واحد بيقولها بلسانه بس. المعنى مش واخد باله. امال بيقولها ليه؟ اهو الناس بتقولها فقال. ولذلك ده غافل ده.
الكلمة ثمرتها ضعيف. قاعد يقولها باللسان وخلاص، ولذلك نجد النوع ده بيقولها ويقول معاها حاجة وحشة. يعني ممكن يقولها إن الله وإن الله راجعون، ليه كده يا رب؟ الاتنين مع بعض يعني بيعترض اهو، يقول ليه كده يا رب؟ ان الله وان الله راجعون، يقول ليه كده بس يا رب؟ هو يعني بيقولها بصيغه الاعتراض اصلا، هو بيقولها اصلا الزعل يعني. كلمه قالت من غير ما يحس بمعناها اصلا، بدون ما يحس بمعناها، وفي نفس الوقت قال معاها الاعتراض والسخط. قال لها اشمعنى انا؟ اشمعنى انا؟ بس ان الله وان الله راجعون، هنعمل ايه؟ ها؟ ولذلك سيدنا ابن مسعود كان بيقول لان اخر من السماء اهون عندي واحب من أن أقول لقضاء قضاه الله لما قضاه. ليه يا رب بتعمل كده؟ فحش أقول كده طبعا. ليه؟ لأن الله حكيم، الله حكيم، ولا يصدر منه فعل ولا قدر في هذه الحياة إلا لحكمة يعلمها ربنا، ما بيعملناش إلا الخير. نعم فعلا، وهي فيها خير لكن إحنا مش عارفين، مش عارفين وماله، بس الموقن بقى بحكمة الله يسلم أن فيها خير طبعا. مش عاوز الاول يشوف الاول خير عشان يطمئن، ما هو مش هتظهر دلوقتي. ما هي سر البلاء ان يكون الخير كامنا في الشر، كامنا مستترا فيه، ده سر البلاء. فلا ترى الا الشر اللي قدامك. المؤمن بقى شايف بعين بصيرته الخير قبل الشر. المؤمن، المؤمن بحكمة الله وبفضل الله وبرحمة الله. لذلك الانسان ينبغي ان هو ياخد باله من قصة الاعتراض على الله. شوف سيدنا يعقوب قال فصبر ايه؟ جميل. جميل. قالوا الصبر الجميل هو ايه؟ الذي لا شكوى معه. في رضا يعني. رضا. طيب معانا تليفونات ناخد. شيرين اهلا وسهلا. عليكم. عليكم السلام حبيبتي، اهلا وسهلا، اتفضلي. معلش انا كنت عايزه اسال الشيخه على حاجه، بس انا مش متابعه الحلقه من بدري فمش عارفه انت اتكلمت في المعنى ده معلش ولا لا. قولي يا حبيبتي. انا بحب قوي الذكر اللي انتوا بتتكلموا عليه بتاع ان لله وان اليه راجعون دي، بس انا كنت عايزه اسال على معنى هو الايه إذا أصابته مصيبة قال إن الله يرزق. فالواحد ساعات بتحصل مواقف بسيطة كده تيجي يبقى عايز يقول إن الله يرزق، واحد تاني صعبة قوي يعني يا رب دي مش مصيبة، ده أكتر حاجة خفيفة على ماشي كده. الواحد يقولها أو يعني هو مفهوم المصيبة بينطبق على حاجة صغيرة أو كبيرة ولا هي بس على الابتلاءات الشديدة قوي؟ لأن هي طبعًا هي مرتبطة يعني بتقول إن الله وإن الله يرزقون لا قدر الله حادثة كبيرة مش عارفة إيه، لكن ساعات في الواحد بيمر بمواقف صغننه كده يعني بيجي زي الذكر ده وبعدين بحس ان انا مش لا مش هقوله لان دي مش مصيبه، بحس ان هي صعبه قوي ان انا اسميها مصيبه. فكان نفسي الشيخ يوضح لنا معنى المصيبه فعلا بينطبق على ايه. ما هو شويه اللي فاتوكي من الحلقه قلنا فيهم كل ده. كل اللي انت عايزه تسمعيه ده قلناه في الشويه الاولين في الحلقه. ان كلمة مصيبة ما اصاب الانسان من اقدار الله سبحانه. صغير او كبير. صغير او كبير. وقلنا ان حتى اطفاء المصباح استرجع يعني النور، يعني النور ما يقطع ممكن نور ان لا يرجعون. ابني سخن ان لا يرجعون، اي حتى الشوكه، اي حاجه حتى الشوكه الابره بس كده دخلت في ان لا يرجعون، صغيره او كبيره نقول معاها هذا الدعاء. يعني هي بتقول مثلا ان ساعات تبقى يحصل موقف تتكسف تقول ان الله وان الله راجعون، فالناس مثلا يقولوا لها يعني ده دي مش مصيبه يعني عشان تقولي كده. لا ابدا ابدا. هي بالتعريف الاصطلاحي والشرعي بتاعها مصيبه. كل ما ساء المسلمه او المؤمنه فهو مصيبه. حتى شويه الهم شويه الغم، خبر وصل الي فاساءني، ها ازعجني، خبر وحش، ها يمكن ماليش علاقه انا بيه، ماليش علاقه يعني ما اقصد ما ايه، ما يمسش ذريتي، ما يمسش مالي، ما يمسش نفسي كده، ولكن مسلم من عباد الله جاءه هذه المصيبه. اي كارثه اي حاجه حصلت في اي مكان بقول ان الله وان الله راجعون. طيب وذكر عام. عايزين نتكلم بقى على نقطه ان الابتلاء هي مرتبطه بالابتلاء. ان هو ازاي ان الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا انه الابتلاء ده في باطنه الرحمه، يعني الواحد لما بيحصل له المصيبه ممكن يشوف الدنيا سودة. نعم. يعني عايزين بقى ان الواحد بعد كده ربنا يعافينا طبعا ومحد يجيله اي مصايب، اللهم عافينا يا رب، لكن ان علشان الواحد لو حصل له اي حاجه كده ما يشوفش الدنيا سودة، يبقى عارف في عقله من الاول ان انا لا لازم عيني تجيب ابعد من كده وتبقى شايفه ان في نور ورا، في خير ربنا هو اللي شايلهن. شوفي حضرتك، اقام الله هذه الحياه على التحولات. فيش فيها ثبات، فيش ديمومة، فيش حاجة فيها ثابتة، فكل يوم هو في شأن. سبحان الله. طبيعة الحياة إن فيها المسرة والمضرة،
طبيعة الحياة إن فيها الحزن والفرح طبعا. الاثنين مع بعض موجودين، وربنا سبحانه وتعالى يقول فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ففي عسر وفي يسر، لكن اليسر يسرين في الحقيقة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لن يغلب عسر يسرين. وورد أيضا قول ما دخل العسر جحرا إلا وقال له اليسر خذني معك. فكأن دائما الحياة بتتقلب هكذا بين عسر ويسر، بين شدة وفرج، بين ضيق ثم يعني انفراج، وهكذا. فالحياة طبيعتها كده، لا تستغرب الأقدار ما دمت في هذه الدار. لكن لما تيجي بقى هذه الأقدار، نسأل الله العفو والعافية، ساعتها أول حاجة لازم توقن تماما أن الكدر ده هو أو المصيبة أو الحاسة اللي حصل دي فيها خير. فيها، طب فيها منين ما أنا مش شايف؟ ما هو معلش، ما هو سيدنا موسى ما شافش الخير اللي كان موجود في الثلاث حوادث اللي حصلوا مع الخضر، ما شافهمش يعني. شايف قتل قدامه، شايف خرق للسفينة، شايف إقامة جدار بغير أجر، وهم جوعى والناس مرضوش يطعموهم، هكذا. هو ده اللي شافه سيدنا موسى. سيدنا الخضر عليه السلام أنبأه الله عز وجل بكوامن الخير في هذه الأمور الثلاثة، وبعدين فسرها بعد كده لسيدنا. نتعلم من القصة دي إن كل حادثة بتحصل بقدر الله، ظاهرها هكذا لكن في باطنها خير، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير، وهو خير لكم، ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. سبحان الله. فالأمر ده أمر طبيعي في الحياة، إن يكون الخير كامنا في الشر، وأن تكون المحنة في ظاهرها محنة لكن فيها منحة، وأن تكون الشدائد في ظاهرها شدائد لكن فيها فوائد. فالإنسان لازم أن يتعلم هذا. وعلى فكرة بعد ما بتهدى النار والإنسان يصبر، وبعدين يشوف مآل الأمر، يقول سبحان الله، سبحان اللي وقف الطريق بتاع صلاح سالم فما لحقتش الطيارة اللي فاتت دي، ده بيقولوا وقعت مثلا. سبحان الله ان انا ما رحتش المشوار ده، لو كنت رحت كانت هتبقى ازمة كبيرة قوي، ده كويس ان انا ما رحتش. سبحان الله، كتير قوي، كتير جدا جدا، حاجات كتير الواحد بيشوف فعلا حكمتها، وحاجات ما بيعرفش يقول اكيد هي دي الخير. بالظبط. امر اخر بقى ان هو بيستقبل المصيبة يعرف ان بعدها فرج، اصل دوام الحال من المحال. يعني هي جت حصلت اهي، هي هتدوم ابدا ابدا ابدا. لكن شوفي بقى نقطه مهمه، الانسان بطبيعه الحال بيقولوا في المثل في العاميه كده، يقول ايه؟ كل حاجه بتكبر الا الحزن بيصغر. صح، مثل بيقولوه كده. أيوة. الحقيقة النفس في طبيعتها لما بتستقبل الخبر او الاساءه بيبقى عظيم قوي عليها، وبتبقى مكبره حاجه كبيره. على مرور الوقت بيحزن، بيصغر، الحزن بيقل. يعني ساعة ما وصل له خبر وفاة والده أو والدته أو كذا أو كذا، حزن حزن شديد وسودت الدنيا في عينيه. لا، بالتأكيد بعد شهر هيكون الأمر مختلف، بالتأكيد بعد سنة هيكون الأمر مختلف، بعد سنتين هيكون الأمر اختلف تماما. بيتصغر المسائل، ما بتكونش زي الحجم الأول. شوفوا بقى سيدنا النبي يقول إيه؟ إنما الصبر عند الصدمة الأولى. لا، دي نقطة مهمة ولازم نتكلم فيها بالتفصيل، بس معنا تليفونات كتير، ناخد كده شروق. أهلا وسهلا. عليكم السلام، اتفضلي يا حبيبتي. لو سمحتي، انا كنت عاوزه اسال على اوقات استجابه الدعاء، وعاوزه اسال على، انا يعني كنت بسمع اقاويل كتير ان يعني بيقولوا ان سوره ياسين لما قرئ له، فانا عاوزه اعرف يعني معنى المقوله دي. واسالكم الدعاء، لان انا يعني في مشاكل كتير مع زوجي ومع عائلته، واسالكم الدعاء فضلت الشيخ واستاذه دعاء. ربنا يفرجها عليك يا حبيبه قلبي. ربنا يفرج كربك. اللهم امين. امين يا رب. طبعا ياسين لما قرئت له، الحديث يعمل به لانه وان كان ضعيفا لكن ممكن العمل به فضائل الاعمال. نقرا سوره ياسين بقنيه التقرب الى الله عز وجل، لان يفرج الله بها الكرب، والله لطيف وكريم. مجرد ان احنا نبتغي اليه الوسيله يتقرب هو الينا، لما نتقرب اليه شبرا تقرب اليه ذراعا. فنتقرب الى الله سبحانه وتعالى بقراءه سوره ياسين بنيت ان يفرج الله الكرب، خير وبركه. انا شخصيا بحب سوره ياسين، بحس ان فيها سر. صحيح، سبحان صحيح. الله، هي ياسين يعني لها فضل. وردت جمله من الاحاديث يؤكد بعضها بعضا. نعم، تمام. هي بقى قالت الادعيه الوقت اللي فيه الدعاء مستجيب. الادعيه بقى اللي فيها
الأوقات اللي فيها دعية مستجابة، أولا ضبر الصلوات المكتوبات، يعني بعد كل صلاة مكتوبة ليها دعوة، طب يلا أقول الدعوة دي وأستغل الفرصة دي عقب ما سلم على طول، وأقول ذكر الصلاة الاستغفار 3 مرات وكده أدعو. والنبي صلى الله عليه وسلم علم معاذ بن جبل أن يقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، دور كل صلاة وهكذا. فدي فرصة. وقت السحر، وقت السحر ده يعني ايه؟ يعني بالليل، يعني قبل الفجر كده بساعتين مثلا، ها تلت الليل الاخير، 3 ساعات كده، تلت الليل الاخير ده نستغله فنكون اقرب. ماشي. ايوه قول. وشايله الكليه الشمال يا مدام دعابه، جالي 5 سنين. سلامتك يا حبيبتي. الله يسلمك. والكليه اليمين تعبت، فالدكتور قال لي انت لازم تزرعي الكليه، تعالجي اليمين الاول وتزرعي الشمال. عشان انا تعبانه، ف يعني ربنا يكرمك يا مدام دعاء عشان خاطر البنات اللي معايا. جوزي. طب حالا سيبي رقم تليفونك واحنا هنوصلك بمؤسسة دنيا جديدة، وان شاء الله يا حبيبتي نقدر ان احنا نساعدك وربنا يشفيك يا حبيبتي شفاء تام وكل المرضى. استاذ محمد اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضل. اهلا بيك. والله كابتن الشيخ سمعته بيتكلم على ياسين، قراءة ياسين. قراءة ياسين اللي مقرة على سورة ياسين. تمام. سؤال حضرتك ايه؟ هل يعني ياسين لما قرأ له تضر؟ يعني بسمع واحد يقول لك ايه، انا ضاع مني حاجه اقرا عدة ياسين. عدة ياسين. فانا عايز اعرف ان تضر او بتضر وتنفع او ايه يعني بالظبط؟ هتضر ازاي يعني؟ مش فاهمه السؤال، ازاي هتضر؟ يعني مثلا ضاع منه، انا ضاع مني مثلا 1000 جنيه. طيب فانت قريت او بمعنى اصح اشترى مني 1000 جنيه. تمام. قلت ايه، انا اشترى مني 1000 جنيه، لو ال 1000 جنيه ما رجعش مكانه هقرا عدة ياسين. هتقرا عدة ياسين بنية ايه؟ ها؟ هقرا عدة ياسين. بنية ايه؟ يعني نيتك وانت بتقراها ايه؟ بنية مثلا اللي خد 1000 جنيه لو ما رجعوش ربنا ينتقم منه. ربنا مثلا يبتليه بأي حاجة. ما هو ربنا هيبتليه، الحرام بيخش نار على صاحبه، واي حد يستحل بالذات بقى فلوس ولا حق حد، يعني ده يقينا بتخش في بطنهم نار، وربنا بيفرجك عليهم كده في حياتك. ده غير طبعا الاخره، ده مش محتاج عدية ياسين. ده رايي. صحيح. لكن طبعا الشيخ اشرف هيجاوب. هو انا عايز اقول لك في فرق ما بين قراءه ياسين وقراءه عدية ياسين. قراءه عدية ياسين ديت طريقه عملها الجماعه قراء القران وكده، انهم في القرى بالاعداد يعني. لا دي حاجه تانية. حاجه تانية. ان يجيب مثلا بعد ايه كذا يقوم يرمي مش عارف حصاد ايه، ولا يعمل ايه، ولا يقول دعاء ايه، بيدخلوا فيها تفاصيل كده، مش كيفيه معينه كلها شغل بدعه. انما قراءه القران ده قرب الى الله. لما اقرا، طب هقرا ياسين، طب ما هو بتقرب بقران الى الله عز وجل، عسى ان يفرج الله الكرب، عسى ان يظهر الله هذا الامر، عسى ان يرد الله الي حقي، عسى ان يريني الله ايه في من ظلمني. طب ومال؟ اقرا ياسين. ياسين كيسوره كقران، انما نروح نعمل كيفيه نبتدعها من دماغنا، وبعد الايه الفلانيه نعمل كذا، وبعد الايه العلانيه نعمل كذا، ده شغل كله يعني حاجات يعني الناس بتسترزق بيه. الناس بتسترزق بيه في الحقيقه، شغل ضحك على الناس. انما القران معروف قدامنا، ونقرا القران كما انزله الله عز وجل للسوره، نقراها بالنيه اللي في قلوبنا، ان ربنا سبحانه وتعالى ينصرني على من ظلمني، خير وبرك، ان يرد الله لي حق، خير وبرك. طب وشمعنا خصص سورة ياسين؟ ورد جملة من الأحاديث تبين فضلها، وإن كان بعض العلماء ضعفوها وكل حاجة، إحنا عندنا الضعيف ما لم يكن موضوعا، الضعيف يعمل به فضائل الأعمال. فإذا السورة دي ممكن نخصصها بهذه الأحاديث في مجملها، ونقرأ سورة ياسين تقربا إلى الله عز وجل من باب ابتغوا إليه الوسيلة، كما قال ربنا في القرآن. سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه، يعني هاتوا وسيلة تقربكم منه، وأفضل ما نتوسل به إلى ربنا قراءة القرآن. طب نقرأ سورة ياسين بهذه النية. يعني كل واحد عايز يقراها بنية يقراها، بنية شفاء يقراها، بنية الزواج يقراها، بنية إن عاوز فلوس تتعوض ماشي، بنية إن ربنا ينتقم ممن ظلمه برضه يقرأها. طب إيه المانع؟ كل ديت. لكن سورة ياسين كسورة ياسين يعني يمسك هو يفتح المصحف ويقراها بالظبط كده، مش حد يعمل حاجات. إنما شغل ما ينفعش. طيب احنا هنطلع فاصل ولا نلحق نقول حاجه؟
طيب احنا ممكن هسأل حضرتك في دقيقة قبل الفاصل كده سؤال، زي ما المتصلة كانت بتقول ان الابتلاء المتكرر مثلا، زي ما بيقولوا برضو عندنا كده في المثل في الامثال يعني وكده، بيقولوا مثلا انه الحزن بيجيب حزن والاسود بيجيب اسود، فيعني انه دايما ينصحوا ما تعيشوش في الحزن كتير، عشان انت مثلا جالك ابتلاء هتقعدي بقى تعيشي في الابتلاء وتقولي ايه هيقوم يجيلك ابتلاء غيره او كده. ما هو شوفي احنا عملنا حلقه زمان اسمها البلاء موكل بالمنطق، صح؟ وكانت حلقه مهمه انا فاكر، صح؟ البلاء موكل بالمنطق، بالمنطق، وان سوء الظن بالله، ربنا بيقول في الحديث القدسي انا عند ظن عبدي بي، يعني الله يسيء الظن بالله، طب يلا عيش اشرب بقى، انت حر بقى، خد بقى، ما دمت انت بتقول ان ربنا دايما فاكرني بالمصايب، طب امسك بقى، عد بقى، انت اللي قلت، انت اللي قلت، انت اللي ناوي كده، وانت اللي عايز كده، وانت اللي بتظن بربك كده، فانا عند ظن عبدي بي، ربنا قال لنا كيف حديث القدسي. فاذا الادب مع الله يقتضي ان احنا ما نعملش كده. طيب احنا هنروح فاصل ونرجع نكمل كلامنا مشاهدينا، خليكم معانا. معاكم مشاهدينا مرة تانية على الهواء مباشرة، وشيخ أشرف عندنا أسئلة كثيرة على صفحتنا على الفيسبوك، ممكن نبدأ كده بيهم. مثلا أماني بتقول هل تأخير الجواز مكتوب ولا لازم البنت تغير من شكلها عشان تعجب العريس؟ يعني لو تخينة تخس، لو رفيعة تتخن، لو مش بتحط ميك اب تحط، عايزة تعرف لازم كده ولا الجواز مكتوب من غير كل الحاجات دي؟ أصل كلمة مكتوب ديت بتتكلم عن المكتوب، الاصل فيه مكتوب يعني نهائي، قدر مبرم، مكتوب طبعا، الزواج مكتوب، اللي مكتوب لها انها تتجوز هتتجوز، واللي مش مكتوب لها تتجوز مش هتتجوز، اللي مكتوب لها تتجوز فلان هتتجوز فلان، فده امور مكتوبه ومبرمه ما فيهاش كلام، لكن كل حاجه مكتوبه عشان نصل اليها بناخد باسبابها. فناخد بالاسباب، ايه الاسباب؟ الاسباب ان ممكن الانسانه تبقى تعدل في شكلها، زي ما نقول واحده تخينه فعملت ريجيم شويه علشان تخس، طب وماله؟ خير وبركه. ها؟ انما لا تنالوا ما عند الله الا بطاعته. مش بقى واحده لابسه حجاب لا نخلع الحجاب عشان نتجوز، ما ينفعش. ما ينفعش نعصي ربنا. واحده مش عارف تعمل ايه وتخلي ايه علشان معاصي علشان تتجوز، ما ينفعش. احنا بنتكلم على الاسباب الشرعية، فننال ما عند الله برضاه ونرضيه يرضينا، وفي النهاية ما قدر يكون وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فاذا احنا عندنا ايمان بالقضاء والقدر، وفي نفس الوقت من ضمن جملة القضاء والقدر ان المسببات مرتبطة باسباب، فناخد بالاسباب. طيب معانا تليفون استاذ سعيد، اهلا وسهلا. اتفضل. فضلت الشيخ، انا عايز اسال حضرتك سؤالين. اتفضل. الاول انا كنت من ضمن الاوراد اللي بقولها ان انا كنت اقول اسماء الله الحسنى واقرنها باولا بلا اله الا الله، بمعنى ان انا اقول لا اله الا الله الرحمن، لا اله الا الله الرحيم، الى اخر اسماء الله الحسنى، ثم كنت باجي اقف عند كلمه الدار. عندي الدعاء ده، عندي الاسم ده، ابقى بحاول اهرب من كلمة الدار تحت بند ان اقول لنفسي يا ترى هو ربنا دار؟ لا، ربنا مش دار. فكنت بهرب من الاسم ده، ثم لقيت نفسي بسمع ان من كتب اسماء الله الحسنى وقالها في 99 اسم سواء بالتسلسل او غيره ليس الرسول ولا احد من الصحابة ولكن احد التابعين، فهل هو كان على حق لما اختار بعض اسماء الله الحسنى؟ وهل لما اختار اسم الدار هل ربنا دار؟ وهل في اسماء الله الحسنى كلها اسماء ولا هو اختار اسم وهو اصلا صفه؟ دي واحد. السؤال الثاني يا مولانا، يا ترى انا لما اكون بصلي فرض او سنه وسهي علي سبحان ربي العظيم في الصلاه، وفي نفس الصلاه سهي علي سبحان ربي الاعلى، ما سجدتش دي وبرضه ما سجدتش دي، يعني عندي لا ركعت ولا سجدت، مره كده ومره كده يعني في صلاه مثلا اربع ركعات، هل ركعت هنا نسيت تقول سبحان ربي العظيم مثلا؟ واحد.
وبرضه نسيت اقول مره سبحان رب الاعلى. هل سجود السهو هنا يجب الاثنين ولا الصلاه تبقى غير صالحه وغير نافعه؟ تمام، ده السؤال، كتر خيرك، الله ربنا يجازيكوا خير. الله يخليك، شكرا. اولا ما فعلته من ذكر لله سبحانه وتعالى بهذه الطريقه لا مضره فيه ولا شيء فيه، لانه في النهايه ذكر لاسماء الله الحسنى. ثانيا اهو تهليل لا اله الا الله، كل ده ذكر، وربنا بيقول يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. لكن لما تيجي عند كلمه الضار، الضار هذه الكلمه زي ما انت حضرتك بتقول اجتهاد من بعض اهل العلم من التابعين او من غيرهم على انهم حاولوا ان يحصوا اسماء الله الحسنى وان يجمعوها، لانها لم ترد في حديث مجموعه، انما ان لله 99 اسماء 100 الا واحده من احصاها دخل الجنه وخلاص. هم اللي حاولوا يجمعوها، حاول العلماء او التابعين يجمعوها، فده اجتهاد منهم. لكن لما اشوف بقى، خلي بالك برضه هو اجتهاده ده انا ما اقدرش احكم باصابته 100% ولا احكم بتخطئته 100%، لانه كان يقصد ايه؟ يقصد بال الاسم ده اقترانه بالاسم الاخر المقابل له، يعني الضر النافع. مش الاسم لوحده، هم اتنين مع بعض بالظبط، الضر النافع. فهو كان يقصد الاقتران، لما تاخد انت الاسم منفردا لوحده دون اقتران ده في اساءة. انما لما نقرنهم مع بعض طب جبناه، هو جابهم منين؟ جابهم من الايات. وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. يمسسك بضر، فكانه فعل من افعال، فاشتق من الفعل اسما. وهذا جائز أيضا أن يشتق الإنسان من الفعل اسما، لكن بضوابط معينة وبشروط معينة، ومنها أن مثلا في الحالة اللي زي ديت يأتي بمقابله فيقول الضر النافع. طب وهل الله عز وجل يضره؟ يضر وينفع، وقد يضر وفي المضرة المنفعة، فيبقى ظاهر الأمر ضرر وفي باطنه المنفعة، أو يضر الشرير. هو ليه الواحد ياخدها على نفسه؟ هو ربنا يعني بيحبني وبيعمل لي الخير مش هيضرني، حتى ولو كان فيه شيء ليه فيه ضرر شكله، فيه ضرر ليه، هو من هو خلق الله خير، وهو من صنع الله سبحانه، وفيه أيضا منفعة في باطنه، لأن الضرر مقترن بالنفع، الخير مقترن بالشر، البلاء مقترن دائما بإيه؟ بخير كامل فيه كما قلنا. فإذا لا إشكال في القول أو أقصد التسمي بهذا الاسم، تسمية الله بهذا الاسم بشرط المقابل له، أن نقول الضر النافع، وإن احنا نفهمه بهذه الطريقة أن الضرر في الظاهر لكن في الكامن فيه منفعة. طيب سامي أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك، تفضلي يا حبيبتي. ازاي حضرتك؟ معلش، طب اتفضلي يا سامي عشان احنا نسينا نجاوب السؤال التاني. قولي يا حبيبتي. معايا مبلغ حطاه في البوسطه من بقيه نهايه خدمتي. ده عاملاه للحج ان شاء الله لو ليا نصيب. ربنا يكتبها لك يا حبيبتي. يا رب، يا بس لو تيجي لي بس من عند ربنا يا رب. فبس يطلع منها عائد سنوي من اللي هي من البوسطة الفوائد بتاعتها. تمام. فهل انا ما اطلع زكاة المال اطلع على الفوائد ولا اطلع المبلغ كله اللي موجود في البوسطة؟ تمام. سامعني حضرتك؟ حضرتك سمعتها؟ ايوه نعم. طيب الشيخ هيجاوبك، وبعد ما نجاوب عليكي ما قلناش اجابة السؤال التاني. استاذ سعيد. بالنسبة للسائل الأول كان بيسأل كمان عن سجود السهو إذا ترك سبحان ربي العظيم في الركوع أو سبحان ربي الأعلى في السجود. الفرض هو الركوع في حد ذاته اللي هو الانحناء. فلو انحنى الإنسان صامتا فقد أتى بالفرض وليس عليه سجود سهو. فضلا بقى إنه قال اتنين وساب واحدة من الثلاثة، يعني قال سبحان ربي العظيم مرتين فقط وساب واحدة، لا سجود سهو. ده انت لو تركت سبحان ربي العظيم كلها مفيش سجود سهو. كذلك في السجود نفس الكلام، لو تركت سبحان ربي الأعلى كلها مفيش سجود سهو ولا حاجة، لأن هذه تسمى أذكار في الصلوات، ومثل هذه الأذكار لا يسجد لها للسهو، إنما يسجد للسهو عند ترك سنة مؤكدة، زي مثلا التشهد الأوسط سنة مؤكدة فتركه هو اللي يوجب سجود سهو. تمام. سامية بقى سؤالها اللي هي بتقول الزكاة. الزكاة إذا أنت ماشية بالفتوى اللي بتبيح لك أخذ الأرباح كلها بتطلعي الزكاة بتاعتك على الأصل وعلى الربح. تمام. أنت طيب. واخدة بهذه الفتوى. عندنا فاصل، هنطلع الفاصل ونرجع تاني نكمل حلقتنا مشاهدين، خليكم معانا.
معاكم مرة تانية مشاهدين على مباشرة. لسه عندنا أسئلة ومعانا تليفونات ومعانا أسئلة كتير على صفحتنا على الفيسبوك. ناخد تليفون أم عمرو. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. اتفضلي يا حبيبتي. لو سمحت عايزة ألبس الشيخ، احنا عندنا حل بقالة هو أصلا بتاع حمال، بس هي سايبة الجوز يعني عشان ما عندوش شغل. طيب. فجوزي يعني انا باخد منه فلوس وبعينها بحوشها، ويعني لو جوزي احتاج لهم بديهم له، لو انا احتاجت حاجه للبيت او للعيال بجيب منهم، بس يعني مش عارف انا باخد قد ايه بالظبط. يعني هو قال لي خدي بس ما تعرفينيش عشان ما اخدهمش منك. انا عايز اسال الشيخ يعني انا كده حرام عليا ولا لا؟ يعني قال لي خدي منين؟ خدي من ايه؟ مش فاهمين السؤال. من المحل يعني. يعني انت كل يوم المحل ده هو بتاع حماتك وهي سايباه لجوزك، يعني كانه بتاعكم. احنا اللي بنجيب يعني البضاعه بتاعته، احنا اللي بنقف فيه. انت بقى بتقفي فيه يعني؟ ايه بتقفي فيه؟ فلما بيكون في فلوس بتاخدي منها تصرفي. وجوزك سامح لك بكده؟ جوزي عارف، هو اللي قال لي خدي، بس قال لي يعني ما تعرفينيش انا باخد قد ايه علشان يعني ده بقى يعني يتم في اطار المعروف. بمعنى ايه؟ يعني هو سمح لك بدون ما يحدد كم معين. يبقى انت تاخدي ما تحتاجين اليه، مش بزياده. مش بزياده، انما تاخدي بزياده بقى وتبعتي لوالدتك وتبعتي لاخواتك، ولا تصرفي فيما لا يحل لك انك في حاجه فيها شيء من البذخ او حاجه لا يصح لك، انها بالمعروف. طيب هنا بتسأل، انا عندي 25 سنة، بحب ابن اختي جدا، دايما بيتقالي ان ممكن بعد الشر يروح مننا، خصوصا فكرة السقوط من اعلى، لاني شفت حادثتين قبل كده لسوء حظي، ومن ساعتها دايما يعني بتخيل الحكاية دي وبخاف، بستعيذ من الشيطان بس خايفة عليه. يعني حاولي تدفعي عن نفسك هذا التفكير السيء، لأن زي ما قلنا سوء الظن بالله لا ينبغي أن يكون في قلب المؤمن أبدا. يتوقع الشر، ويتوقع الشر كان بصورة معينة. هذا الكلام بهذه الطريقة أولا يدخل على نفسك الحزن والهم والغم والقلق والاضطراب، وتظل دائما في حالة قلق على ابنك. أنت صنعتي هذه الحالة ودخلت فيها، ليه؟ حاولي تخرجي منها تاني وتقول لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، والأقدار في النهاية مكتوبة، إن شاء الله لن يكون هذا الأمر. وظلي تدفعي عن نفسك هذا الأمر بتلاوة مثل هذه الآية كثيرا، بالاطمئنان إن ربنا سبحانه وتعالى لن يكون في ملكه إلا ما أراد، وإلا ما فيه رحمة وخير. أم أحمد أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي. لو سمحت أنا عاوز أسأل الشيخ، بس أرجوك يعني كده مش عايزه اضحك على السؤال يعني، عشان هو سؤال بسيط بس انا يهمني عارف اجابه. يا حبيبتي اللي انت عايزاه اتفضلي. انا وحماتي موجودين في البيت مع بعضينا. تمام. هي يعني شديده في الحياه شويه كده، فانا يعني مش عارفه، انا باخد يعني حاجات من وراها من البيت، الاكل والشرب والحاجات زي كده، فهل يعني كده انا بعمل حاجه حرام، باكل حاجه حرام، ولا عادي؟ لانه هو جوزي هو اللي بيصرف على البيت وكل حاجه بيجيبها هو. تمام. بس انا يعني ايه، انه حماتي بخاف اقول لحماتي تقول لي لا اتشارك. تمام. فباخد حاجات من وراها، اذا كان اكل وشرب وحاجات زي كده يعني. تمام. بيكون معايا فلوس اجيب طلب لنفسي بس من غير ما اقول لها. جوزي ممكن ساعات بيبعت لي فلوس بس من غير ما يقول قدامها. تمام. هل اللي انا بعمله ده وجوزي بيعمله في حاجه حرام؟ ماشي يا حبيبتي. شوفي، ان جوزك يعطيكي من المال بدون ما يقول لوالدته حقه، وساعتها تاخدي الفلوس اللي اعطاها لك جوزك وهات اللي انت عايزاه، ومش لازم حماتك تعرف ولا شيء. ما دام دي مال زوجك وبيديهولك، مش شرط رضا والدته، ومش شرط ان كمان تظهري هذا الامر لوالدته، انت حر. لكن اخذي شيء من حاجه عامه انت عارفه انهم هيغضبوا لو عرفوا، لا ما تعمليش كده. ها، كلي بالمعروف. يعني ايه؟ باللي هم معتادين يعملوه، معتادين يعطوكي هذا القدر من الطعام، اللي هو قطعه اللحمه دي او قطعه مش عارف ايه دي هتاخديها، حتى لو في فلوس جوزها. في بيت جوزها، بس هم خلاص ملك اداره البيت لوالدته، فاصبح الاداره بتقول ان احنا بنمشي بالطريقه دي. لما تروحي تعملي حاجه من وراهم بالطريقه دي، طب اللي اكتشفوا هيطلعوكي خاينه، هيطلعوكي حراميه، هيسرقوكي، هيتهتز الثقه فيكي، البيت كله ممكن يهتز ويتخرب البيت.
فملاش تعملي وعلى حاجة بسيطة يعني. بلاش تعملي حاجة تخشي بعد ذلك من عاقبتها. ولو ظهرت هيبقى أمرها مر وعاقبتها مرة، فما تعمليش كده. وبعدين البر ما اطمأنت إليه النفس، والإسم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. يعني إيه؟ يعني أنا أخاف إنهم لو اكتشفوني هيعملوا كذا، يبقى حاجة بتتأسمي فيها وشعر فيها بالحرج، اذا ما تعملهاش اصلا. انما اللي دول جوزك وعاوزه تجيبي لنفسك اي حاجه هاتيه، ومش لازم حماتك تعرف، ومن حقك. وهي بقى ممكن تتكلم مع جوزها ومع حماتها، او تخلي جوزها يتكلم مع حماتها، ان مثلا وسعوا شويه، يوسع على شويه، يدوا حريه شويه. انما تعملي حاجه من غلط برضو. لا. ليلى اهلا وسهلا. وعليكم. عليكم السلام، اتفضلي. سؤالين من فضلك. اتفضلي. ليا اخت واخ، انا بره بيهم جدا، ظلموني جدا، ومفيش داعي للتفاصيل. ما اقدرش اكلمهم، ما اقدرش ارجع لهم زي الاول، فانا ما بكلمهمش. هل يكفي عشان صلة الرحم ما اقطعهاش ان انا في المناسبات ابعت رسالة وليس تليفون؟ ما ينفعش تليفون لانهم مقاطعيني تماما. او اذا عزموني في مناسبة بروح، او اذا بقابلهم في العيلة بحضنهم وببصهم وبسلم عليهم. ده اول سؤال. ماشي. يعني اقطع الهجر. ده اول سؤال. السؤال الثاني، تاجر بيخسر في تجارته، خلاص ضاقت عليه، باع المحل وباع حاجته وحط قرشين في البنك بيجيبوا له فوايد مش بيكفوه، مش بيكفوه اصلا، يعني العيله بتساعده، فلازم عليه زكاه. منين يدفع الزكاه؟ في حين ان احنا سمعنا راي ان لو هو عنده شقه استثمرهم في شقه مش في البنك، الشقه ما عليهاش زكاه. ده كلام. طب يعمل ايه هو يعني؟ هيستثمرهم في شقه ازاي وياكل ويشرب منين؟ هيحط الفلوس كلها في الشقه؟ منهم. ها؟ نعم؟ يحط فلوس كلها في انه يجيب عقار يعني؟ ده لا، يعني احنا سمعنا رأي لأحد الشيوخ ان هو لو حطوهم في عقار في شقة وخد ايرادها وكل منهم ايجارها يعني، يشتري شقة ويأجرها يعني؟ الشقة معلهاش زكاة. هو ما اشتراش شقة وحطهم في بنك، هو بلغ النصاب، بس الفلوس العائد الشهري مش مكفيه والعيلة بتساعده، فيدفع زكاة ازاي؟ يعني مش في ثقة متطور برضو مع الأزمنة يعني المفروض كده. تمام يا حبيبتي، عمره ما هيقدر يدفع زكاه. تمام. هي كده عندها سؤالين. السؤال الاولاني، السؤال الثاني اللي هو بتاع الزكاه. السؤال الاولاني هفتكر دلوقتي. السؤال الاولاني اخواتها اللي هم مقاطعينها وهي عايزه السؤال الاولاني عن الهجر ده، انت كده مش هجراهم ما دمت فيه تواصل وفيه كل مناسبه بتتقابلوا وبتسلموا على بعض، ده في حد ذاته مش هجر. تمام. الهجر المقاطعه، لا اكلمهم ولا يكلموني، اللي هي يعني لو شافتهم في حته تبص الناحيه الثانيه، ده الهجر خلاص مقاطعه. ما يكلموني ولا اكلمهم خالص. لكن طالما بتقول سلام عليكم، بتسلم رساله في العيد بتاع، خلاص. واي مناسبه بتروحي، ولو حصل عند اي حد منهم طارئ او شيء بتروحي، ده كله معناها ان العلاقه ما زالت موجوده لكن خفت شويه. طب خفت ليه؟ علشان في ظالم ما بينكم او في مشاكل ما بينكم، لا شيء في هذا. السؤال الثاني كان عن زكاة المال. زكاة المال دي فرائض ربنا سبحانه وتعالى، ربنا فرضها على الخلق، فما دام فيه مال يبقى يطلع منه زكاته. زكاته 2.5%، 2.5% يطلعهم اقساط مع مصاريفه خير وبركه، ولعل ربنا سبحانه وتعالى يحصن بهذا المال اللي هو الزكاه، يحصن ماله، يبارك له فيه، يفتح له ابواب اخرى الى اخر هذا. فاذا احنا بنطلع الزكاه بالفريضه الشرعيه اللي ربنا فرضها علينا ان احنا نعمل كده. فانا شايف ان ال 2.5% مش هيؤثروا التاثير البالغ، ودي كلها في السنه مش في كل شهر ولا حاجه، فيبقى معناها الزكاه لا تسقط ابدا ما دام ده المال موجود. علا بتقول في ناس عايزه اعملها زي ما بتعاملني، يعني اسلوب المعامله بالمثل، بس مش بعرف، بستحرم وبقول صله الرحم وكده، المفروض ان هم يبقوا عارفين يعني وكده، بقول طب خليني في نفسي. يعني بتقول مثلا لو حد قفل الباب مثلا في وشي، المفروض بقى ان انا اقفل الباب في وشي ولا اعمل؟ يعني هي نفسي افضل احنا نعامل الناس بالحسنى، ادفع بالتي هي احسن زي ربنا بقى، وادفع السيئه وادفع بالحسنات السيئه. يعني لما نلاقي قدامنا حد بيسيء قابل سيئته بحسنه، ولا تستوي الحسنات ولا السيئه، ادفع بالتي هي احسن. فاذا حاولي تسيئي كما يسيئوا، تديري المستوى اللي هما فيه، هما في مستوى الإساءة، انت لازم تديري المستوى ده. ان الواحد بيتضايق بيزهق من نفسه من كتر مثلا وحش، وهو ايه بيتسامح بعد شويه بيتضايق.
طيب اصلي علشان الاساءات اللي بيقع فيها خلق ممكن تبقى اساءات قليله، ممكن تبقى اساءات باخذ ما يحرم ان ياخذوه، ممكن تبقى هتعمل كل ده ازاي؟ هتعمل كل ده ازاي؟ انما على الاقل ها هو بيتجاهلني، انا هقول سلام عليكم من الحد الادنى وامشي. بلاش ان انا يعني ان انا اتعامل معاه بطريقه فيها صلف او فيها كبر او فيها اساءه او فيها قول خشن او كذا او كذا، الافضل لا. احنا وقت حلقتنا خلص النهارده يا شيخ اشرف، وممكن نختم الحلقه بدعاء سريع. نعم. اللهم اني نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره. اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم فعافنا في ابداننا وعافنا في اسماعنا وعافنا في ابصارنا، وبارك اللهم لنا في قوتنا ما ابقيتنا، وبارك لنا في اولادنا، وبارك لنا في ارزاقنا. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك، برحمتك يا ارحم الراحمين. ادفع عنا كل سوء بما شئت وكيف شئت، انك على ما تشاء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.